تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية بترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعزيز المشاركة في الفعل السياسي، تم إطلاق القناة البرلمانية، بحيث أصبح متابعة النشاطات والنقاشات الدائرة بالبرلمان ممكنا للمواطن الجزائري عبر القناة التاسعة البرلمانية، التي من شأنها المساهمة في مد جسور الثقة بين الناخب والمنتخب. إنه لشرف لنا جميعا أن نشهد معكم ونشارككم إطلاق القناة التاسعة قناة البرلمانية في تجربة إعلامية هي الأولى من نوعها في العالم العربي. إن إطلاق قناة تلفزيونية متخصصة تعنى بالحياة البرلمانية، الذي جاء تجسيدا لأحد الالتزامات 54 التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية له، وإضافة نوعية للصرح الإعلامي ضمن مسار واضح المعالم يرسخ الممارسة الديمقراطية ويعزز المشاركة في الفعل السياسي في بلادنا. هذه القناة اللي راح من خلالها يبرز الممارسة الديمقراطية الحقيقية في المستوى البرلمان، في الغرفة الأولى وفي الغرفة الثانية، ما هي القوانين اللي تدرس، ما هو الشيء اللي يتقدم من طرف الحكومة، ما هي الاقتراحات بتاع النواب، ما هي الفصل في هذه الاقتراحات. هذه كلها من قبل نتابعوها تقريب سطحيا، في المستقبل لازم نتابعها بالتدقيق نقطة بعد نقطة. هذا الفضاء الجديد سيعطي حتما إضافة للمشهد الإعلامي المتخصص، ومن المؤكد سيسهم في تعزيز العمل البرلماني ويعطي الصورة الحقيقية للبرلمان ويفتح آفاق التواصل لتتسع دائرة الشفافية وإشراك المجتمع في الفعل التشريعي. إرساء ثقافة الحوار، النقد والاختلاف استجابة لمبدأ تطوير المشهد الإعلامي ودعم الثقة بين المواطن والبرلمان بغرفتيه، هو ما تسعى إلى تحقيقه القناة التلفزيونية البرلمانية. ومما لا شك فيه أن هذه القناة من شأنها المساهمة في تعزيز حق المواطن في المعلومة الصادقة والموضوعية وتقوية دور الإعلام المؤسساتي، لا سيما عن طريق أداء احترافي يطور علاقة الثقة بين المواطن ومختلف المؤسسات والهيئات الوطنية. فالتلفزيون بعد انطلاق هذه القناة يتوفر على حجم ساعي يومي يقدر ب206 ساعات، وأكثر من 75,000 ساعة سنويا، وهذا ما يجعله يحتل هذه المراتب الأولى كما قلت عربيا وإفريقيا. إطلاق قناة برلمانية إلى جانب كونه إضافة للمشهد الإعلامي المتخصص سيسهم في تعزيز العمل البرلماني وإعطاء الصورة الحقيقية للبرلمان. لقناة البرلمانية، ونتمنى لكم كل النجاح والتوفيق ومبروك على الجزائر. شكرا.